كبير بأرقامه يحتاج لحلقة كاملة لإحصائها. ودوري أبطال إفريقيا هي البطولة المحببة لجماهير الأحمر في السنوات الأخيرة. أما جانرز بطل الدوري بزيمبابوي يسعى لتحقيق الأفضلية ويعرف جيدا أن مواجهته هي الأصعب، فحاول الاستفادة من عامل الأرض والجمهور. بداية مثيرة من كلا الطرفين، لكنها سرعان ما تحولت إلى هجوم متبادل، وكان وائل جمعة هو البادئ في إضاعة الفرص قبل أن يرد هجوم الجانرز. وفي الوقت الذي كنا ننتظر أن نرى الهدف الأول للأهلي، وضع نورمان مارتو المدفعجية في المقدمة من خطأ دفاعي داخل منطقة الجزاء بعد أن تجاوزت كرة عرضية مدافعي الأهلي. أدي أميني اللي بيلعب في الجبهة الشمال، إنما الهدف الأول للجانرز. أحمد فتحي كان قريبا من تعديل النتيجة بتسديدة رائعة تصدى لها الحارس في ظل سيطرة نسبية أهلاوية. أرضية حلوة وأحمد فتحي حطها، مفيش أحلى من كده. مع بداية الشوط الثاني أدخل حسام البدري محمد أبو تريكا ومحمد بركات في محاولة لتقوية الناحية الهجومية. مصطفى شبيتة مارس هوايته بالتسديد من خارج منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم، لكن دون خطورة حقيقية في ظل غياب أصحاب الأرض. الحكم ألغى هدفا بداعي التسلل للقلعة الحمراء عندما سدد شبيتة كرة قوية ارتطمت بعماد متعب وتحولت في المرمى لتضيع فرصة التعديل قبل 4 دقائق من النهاية. الأهلي فشل في تعديل النتيجة، لكنه يملك فرصة التعويض بمباراة العودة في القاهرة بعد أسبوعين، والجماهير تأمل بعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي.